السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. بطل في إحدى البطولات أو إحدى الرياضات عفوا تواصل معنا واستبصر لنور محمد وآل محمد وأعلن الشهادة في برنامج سؤال بريء. نعم الأخ لم يذكر ما فعل أو ما قام به، لكن أكد لنا في رسالة خاصة بأنه بطل في إحدى الرياضات، فنقول الحمد لله أن برنامج سؤال البريء يستقطب العديد والعديد والعديد من الناس لتستبصر لنور الحقيقة ونور الحق. لماذا استبصر الأخ؟ لنستمع إلى تمام مداخلته في برنامج سؤال البريء. نستمع بعد الصلاة على محمد وآل محمد. تفضل أخونا من الجزائر، الآن أعطيك كامل المجال أخونا أيوب من الجزائر، تفضل. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بخير؟ الله يبارك فيك. من معي عفوا؟ محرز من الجزائر. حياكم الله أستاذ محرز، تفضل. الله يحفظكم إن شاء الله، الله يحفظكم. أنا إشحال أعذروني على اللغة العربية لأني لا أتكلم اللغة العربية بإتقان. أريد لكل المشاهدين والضيوف اللي معكم يعرفون القصة، قصتي أنا جزائري ونحن الجزائريين مذهب مالكي من السنة. والله يا إخواني أنا عرفت المذهب الشيعي بكذب الوهابية. والله 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 أنا من الجزائر العاصمة. أنا من زمان كنا صغار يعلمونا بأن الشيعة كفار. شو شيعة يقولون بأن جبريل خان الأمانة وباش ينزل الوحي على محمد عليه الصلاة وآله وسلم، على علي نزلوا على محمد عليه الصلاة وآله وسلم. كانوا حياتنا يكتبوا علينا أصكوا لأن نحن أمة لا نقرأ، وأول آية نزلت عن النبي عليه الصلاة وآله وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. نحن مسلمين نحب نتبعوا سنة النبي. عند أول مرة كنت في مسجد باش أصلي صلاة الجمعة كان يدير الدرس والخطبة ويقيم الصلاة، كان يتكلم مع الشيخ المسجد. أنا ما نقول أئمة لأن هذا وسام رب العالمين مده لإبراهيم الخليل والنبي عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب، ورحقنا في وقت الناس كعوا لو أئمة. هذا إمام لازم هذه الأشخاص الثلاثة. أنا كنت في مسجد وكان يدرس الشيخ المسجد، كان يتكلم على 10 مبشرين للجنة، كان يتكلم من أحب عند النبي في الرجال هو أبا بكر، ومن أحب عند النساء هي عائشة. وعندما تكلم على خلفاء الراشدين، عندما لحق عند علي بن أبي طالب ماذا قال الشيخ؟ قالوا علي ما عندوش مقامة الشيخين. الله أكبر، رفعت يدي لأنه كان في الدرس معي. قلت له يا شيخ لوجه الله لماذا تقول هذا الكلام؟ وأنا سمعت النبي عليه الصلاة وآله وسلم قال علي مني وأنا منه. فقال النبي عليه الصلاة وآله وسلم يا علي من يحبك إلا مؤمن ومن يبغضك إلا منافق. وقال النبي عليه الصلاة وآله وسلم يا علي هل ترضى أن تكون بمنزلة هارون لموسى ولا يكون رسولا من بعدي؟ النبي ما قال هذا للصحابة وما قال لأهل البيت إلا لعلي بن أبي طالب. والأشخاص اللي كانوا في المسجد ماذا قالوا لي؟ أنت شيعي؟ والله يا إخواني أنا سني مالكي، كيف أنا شيعي؟ وهذا شيعة يتكلموا بهذه الطريقة؟ قال لك نعم شيعة يتكلموا بهذه الطريقة. ما هذاك النهار أبديت أبحث وبديت أقرأ وحليت كتب وتبعت مع شيوخ الأزهر، وكنت نسمع للشيخ حسن الفرحان المالكي والشيخ العدلاني إبراهيم، وكل الشيوخ هذو كنت نتبع فيهم وأقرأ. والله 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 أنا حكايتي كبيرة وطويلة كتير، وتلقيت وأنا رياضي، أنا رياضي، وتكلمت مع شيوخ كبار في الجزائر. والله والله ما يعرفوا ما كان في الكتب السنة. عندما تجبت لهم حديث صحيح متواتر ورجال الحديث توقات في كتب السنة يقول لك هذا الحديث ما يوجد. والعامة المشكل في العامة
الله عز وجل يقول في القرآن: فختم على أبصارهم وعلى قلوبهم. يا أخي إحنا مسلمين، لماذا نكر أهل البيت؟ وأنا في المسجد يقول الشيخ: تركتم فيكم إن تمسكتم به ما لم تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. عندما تروح الكتب السنة، من الشيخ الألباني حط في الكتاب ديالو عن 33 طريقة، إذا ما نكونش غلط: إني تارك فيكم إن تمسكتم به ما لم تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وعبرة أهل بيتي. وعندما أنا كنت نترد على عمر بن الخطاب، وأنا محب لعمر بن الخطاب، وعندما رقيت في كتب السنة هجم على منزل فاطمة الزهراء عليه السلام، والنبي يقول: فاطمة بضعة مني، من يؤديها يؤديني. ومن بعدك نسمع عن شيوخ الوهابية ويقولوا هذه كلمة سنة، ما تكلموش بكلمة السنة، أنتم ماشي من السنة، سبحان الله. ويتكلموا باش يقولوا الحسين خطأ، الحسين كيقتلوا الجيش تاع يزيد بن معاي بن أبي سفيان رضي الله عليه، كيقتلوا إلا الحسين خرج على على الخليفة. سبحان الله، النبي يقول لك: حسين مني وأنا من حسين. سبحان الله، عندما تقتلوا الحسين أكو قتلتوا النبي. أنا والله أنا اجتهادي، تعلمون ما هو اجتهادي؟ من الذي يكره أهل البيت يكره النبي، ومن الذي قتل أهل البيت الحسن والحسين وكل ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، هما أجدادهم كانوا يريدون قتل النبي في حياته في العقبة أو كل شيء. والله وسمحوا لي اللغة العربية، لا أحسن أتكلم اللغة العربية، أنا بربري. والله يحفظكم. طيب بس لحظة أخونا محرز، أنت بعد هذه الأدلة وبعد هذا لماذا لا تعلن التشيع وتركب سفينة النجاة وتعلنها الآن؟ يا شيخ، أنا أعلنت التشيع أمام الناس كلهم في الجزائر. المشكلة أنا أتصل على القناة واحد ما يرد علي، أول مرة أعطيتوا لي فرصة وأشكركم بهذه الفرصة. الآن لماذا لا تعلن تشيعك الآن ما دام هذه أول اتصال على قناة وتعلن الآن؟ سيد ميثم الموسوي يلقنك الشهادات الثلاث وتعلنها صرخة مدوية بأن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا وأولاده المعصومين بالحق حجج الله، هل مستعد؟ أنا مستعد، أعطوني فرصة أقول لكم الكلام. اتفضل. أقول كلام للجزائريين، نحن كل عام كنا نفرح بمولد النبوي الشريف، نفرح هذاك اليوم الذي زاد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بعد جاء الطائفة تقول لك هذا بدعة. نحن الجزائريين أجدادنا ديجا كانوا من دولة الفاطمية. أنا أذكر جدي وجداتي الله يرحمهم كانوا يقولوا سيدنا علي، لالا فاطمة باللغة الجزائرية هي سيدة فاطمة، سيدة نساء العالمين. كان الناس أنا تكلمت معهم قال: على أرض فدك غضب فاطمة من أبا بكر، فقال قال لي إن أبا بكر قال لي: فاطمة، نحن معشر الرسل لا نورد، وش طلقنا صداقة، نورد غير العلم. اوكي ورتونا غير العلم. اوكي، النبي عليه الصلاه والسلام ما قدر يقول لبنته انت ما تورثي؟ فاطمه الزهراء سيده نساء العالم ما تعرف ان هي لا تورث؟ لا، ابا بكر اعلم من فاطمه واعلم من النبي عنده، وعمر بن الخطاب اعلم من النبي، وعندما يتكلم عمر بن الخطاب ينزل القران. هذا هو علمهم، هذا ما علمهم. والله 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 أشهد، والله أشهد بنفقهم، والله يهديهم إن شاء الله. والله غير طريق الإسلام، إسلام هو الحق، إسلام يوسف ماشي عسر. وأنا الآن أريد أن أقول مع الشيخ للشهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وأشهد أن علي ولي. حياكم الله من جديد اخواني اخواتي، مثل ما استمعنا وشاهدنا الى تمام، او استمعنا عفوا بشكل دقيق، استمعنا الى تمام هذه المداخلة، واكد ان الاخ تواصل معي يؤكد بانه بطل في احدى البطولات او احدى الرياضات،
استبصر لنور محمد وآل محمد، لاحظنا الأسباب، الأسباب المنطقية، الأسباب التي تجعل الشخص حقيقة يفكر ألف تفكير كيف ينتقل لنور الحقيقة ولنور محمد وآل محمد. فهنيئا له الاستبصار، هنيئا له إعلان الاستبصار، ونقول نتمنى من الأخ إذا كان أكو ضرر عليه، على عائلته، على عمله، على كذا على كذا على كذا، نتمنى أنه يأخذ أو يستخدم التقية، لأنها رخصة وتكليف. نعم تكليفك أنت اليوم إذا أنت شخص محاصر مهدد كذا، تكليفك بأن تتوارى عن الناس. تقبل تحياتي بختام الفيديو، وانتظرونا إن شاء الله في فيديوهات قادمة ولقصات أخرى إلى ذلك الحين. انتظرونا خادمكم ومحدثكم علي، وفي أمان.